هي المقابل مستشفى التركي، احنا صورنا من هناك وهسه صورنا العلم، وهاي صارت مكتب مال النفايات، لذلك احنا نطالب الشركه، احنا نعرف اسم الشركه اللي ماسكته المشروع هذا بدون ما نتسمع، حتى ما يقولون يابا هذول بدوا يسقون وبدوا يستهدفون الشركات، لا احنا نطالب الشركه باعاده اكمال المشروع هذا. هذا المشروع مال نافوره من هناك مقابل مستشفى التركي، وهاي الحديقه كلها يصير كلها ثقيل وتسيج الجزر الخارجي. طبعا السلام عليكم. طبعا احنا اليوم جتنا مناشده من هالمنطقه بقرب مستشفى التركي، طبعا هاي الجزر الوسطي وهذا الشارع اكيد ما يقارب صار له 7 اشهر، يعني هل يا ترى اليوم صار له 7 اشهر؟ يعني مو شركه من اجى التندر اللي غير اجى بنيه تحتيه وارصفه وجزر وسطيه واناره، ليش جاي يخلون هاي الجزر الوسطيه للنفايات؟ اثنين يعني ليش النافوره تطلع يعني مظهر جميل ولائق بالمستشفى؟ يعني ليش ما جاي يسوونها؟ يعني احنا اليوم نطالب الحكومه المحليه والقيم المقامية والمدير البلدية بأن هذا الشارع مهم، يعتبر واجهة للمستشفى، يعني اليوم اللي يجي الزائر من غير محافظة هاي المستشفى تحتوي على أقسام، قسم الحروق، قسم السرطان، أنواع الأقسام داخل المستشفى، المفروض يكون هناك منظر جميل. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدية حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع التي تطرح في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على واحد من أرقام البرنامج اللي راح تظهر إن شاء الله أسفل الشاشة. بالنسبة إلى الداخل يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة هنا، فمن زاخو إلى الفاو تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام الاثنين. أما من يسكن دول المهجر والأشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة هنا. أما ما يخص رقمنا الخامس والأخير اللي هو من لا يستطيع الاتصال، اللي مع الأسف أنه ما راح نقدر نسمع صوته ونسمع رأيه بهذا الموضوع، يقدر يدزلنا رسالة عبر الواتساب مثل ما هو مكتوب هنا، رسالة عبر هذا الرقم. أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمه ومكانه حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، قبل ما نبدأ البرنامج وقبل ما نحكي عن موضوعنا اللي من المفترض أنه اللي تابع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عرف عنوانها، احنا نحب ننوه السادة المشاهدين انه نظام الأزدي، اذا انت قاعد تتفرجنا على التلفزيون وشفت الشاشة صغيرة او مو واضحة فانت بعدك على نظام الأزدي، نريدك تحول على نظام الأجدي لانه نظام الأجدي اقوى وافضل واحسن لك كمشاهد ومتابع لقناة الرافدين. كل اللي عليك انه تاخذ ريموت التلفزيون تسوي بحث جديد على قناة الرافدين، راح تطلع لك بنفس التردد 10727، هذا التردد قدامك هسه أخوي العزيز، نفس التردد، ما يحتاج تغير أي شيء، فقط تسوي بحث جديد يتحول نظام القناة عندك بالتلفزيون أو بالساتلايت من نظام الأزدي إلى نظام الأجدي. اللي ما راح يسوي هاي العملية مع الأسف البث على الأزدي راح ينقطع التاريخ 28/2، فمن هنا لحد 28/2 نتمنى من الأخوة المشاهدين أنه الكل يغيرون حتى يظلون مستمرين ويانا على نظام الأجدي إن شاء الله. موضوعنا اللي أريد نتكلم به اليوم واللي هو عنوان حلقتي، فيضان الاستيراد يدمر صنع في العراق أو ينهي صنع في العراق أو ينسف صنع في العراق. المقصود به أنه المنتجات المستوردة من الدول الجوار خصوصا من جارة السوق إيران تدمر المنتجات المحلية اللي مختومة بصنع في العراق. مثلا أحد التقارير اللي سلطت الضوء على المخاطر الكبيرة الناجمة عن استيراد البضائع بشكل عشوائي كما يحصل اليوم في الاقتصاد العراقي والصناعة المحلية، تصريح للنائب عن البرلمان العراقي رعد المكسوسي أن عدد مصانع العراق قبل عام 2003 كان يصل إلى 178 ألف مصنع وجميعها كان يعمل وينتج. هاي المعامل هن معامل القطاع العام ومعامل القطاع الخاص، أما اليوم فهي جميعها متوقفة. المكسوس يشير أنه بعد 2003 تأسست 4418 معمل خاص لكن همين كلها متوقفة.
بيانات وزارة التخطيط تقول بلغ عدد المنشآت الصناعية الكبيرة، يعني مؤسسة صناعية منشأة كاملة 1161 منشأة حتى عام 2018، وهاي آخر سنة سوى بها إحصاءات. بذاك الوقت كانت أكو 600 عاملة أو تشتغل، أما اليوم ماكو. فمخطط تحطيم الصناعة العراقية من اللي يوقف وراء؟ أيادي داخلية لو خارجية؟ الاحتلال إلى دور بي بس؟ لو السياسات الخاطئة داخل العراق؟ لو إحنا كشعب مثلاً؟ لو المي مثلاً؟ لو الهواء مثلاً؟ لو هي هيك بحد هالدنيا تغيرت والعراق من بلد كان مكتفي ذاتياً بالكثير من المنتجات، بكثير من الفواكه والخضروات، بكثير من المواد الاستهلاكية، اليوم العراقي يستورده كلها، أو بالأحرى العراق اليوم بلد مستهلك وما عنده إنتاج نهائياً. سعد من الكويت حياك الله. حياك الله الدوم والنشم يا الغالي أستاذي الكريم. نعم. ما المقصود بالمنتجات؟ هل تقصد يا أستاذي الصناعة أو مثلاً الثقافة أو الغذاء أو الفواكه أو الخضار؟ أخ سعد كل شيء، كل شيء اليوم لا توجد صناعة في العراق. أخ سعد إذا تسمعني، اليوم لا توجد صناعة عراقية محلية، اليوم الصناعة العراقية متوقفة، المعلبات الغذائية، الميلامين العراقي كماعين وصحون، تايرات، أدوية، كلها متوقفة. فلما قلنا فيضان الاستيراد يدمر صنع في العراق، أنا أقصد كل شيء كان يصنع في العراق ويختم بأنه صنع في العراق. أستاذ ليش هذا المرة اللي أنت بين أستاذي؟ وين دور البرلمان؟ وين دور الحكومة يا أستاذي الكريم؟ أين دورهم؟ الجهة مختصة عن العراق وتخدم العراق، لكن وين دورهم الإيجابي والوطني للعراق يا أستاذي؟ بس عندي ملاحظات ممكن تسمعها يا أستاذي؟ تفضل. اللي هو بالنسبة اللي هو الأشياء الخطرة، مثلاً الحشيش، مثلاً المخدرات، مثلاً من دمر مثلاً المنتجات والمحاصيل الزراعية والبساتين يا أستاذي، والله متألم، والله قسماً بالله، والله على ما أقول الشهيد متألم، صدق بالله يا أستاذي. أيضاً تلوث المياه يا أستاذي والأنهار، هذه الجريمة النكراء، عملاً غير صالح. وين دور البرلمان والحكومة يا أستاذ؟ ومنهم لله وعليهم من الله، ما يستحقون الدم والمحصيل الزراعية يا أستاذي. تحياتي لك وللبرنامج وللقناة وشكراً لك يا أستاذ. حياك الله أخ سعد. أخ سعد أنت ذكرت مثلاً المخدرات والمواد الغذائية الفاسدة، لكن فما بالك أنه مثلاً أكو فلاحين بالعراق زارعين 8 طن، إحنا نسميها بوتيتة، اللي هي البطاطا اللي أنتوا تسموها الصور في الكويت البطاط، يعني 8 طن منتج محلي موجود بالعراق، ما حد يدعمه وما حد يشتري من عندهم، وماكو من يدعم هذا المنتج المحلي. بالمقابل أكو مقابل إلى مستورد، زي ما هذا همنا دا يدمر الاقتصاد العراقي ودا يدمر الفلاح ودا يدمر هواية أمور. أبو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم أخو. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ بالنسبة للمياه، من 2003 ولحد هاي الساعة بلد استهلاكي مو بلد صناعي. نعم. أنا ما راح أذكر لك قديم الصناعات كلها، بس راح أذكر لك صناعتين. صناعة أدوية سامرة ومعمل ألبان أبو غريب، شقد كان يغذي حتى كان ترى للدول يدزون من عنده. أستاذ أفل، بالنسبة هذا المخطط لازم يكون العراق استهلاكي، هذا المخطط خارجي على أيدي من داخل العراق. المخطط هو لازم يصير هيجي، لأن حتى تستفاد الدول البقية اللي جاي نستورد بعدها. أستاذ أفل، نعم، الحكومة إلها ضلع بهذا الموضوع، ولا لو ما لها ضلع
الميزانيات من 2003 لو تجمعها استاذ أفل الله يخليك، الميزانيات اللي كل سنة جاي والله تبليط عندنا، والله عندنا لو تقيس يعني الكلفة مالتها شكل هاي، لو تنطيها لباقي الدول تبني بلدان أخرى. استاذ أفل إذا هاي ما عندكم بالحسبان، ترى الميزانية اللي سنة كاملة والله تبني بلد بأكمله. بس يا أخي يا أستاذ أفل الله يخليك، شغلة مكشوفة مكشوفة متعمدة، الهدف مالها يستفادون بقية الدول. ما أريد أذكر يا دولة ويا دولة، كل الدول اللي جاء صدر النهي مستفادة من العراق. فالسبب الرئيسي لو أكو حكومة عراقية صحيح، المصانع يا أخي هاي شغورة، المصانع تستفاد منها، يستفاد منها العراق أيدي عاملة. بس هو المخطط يا أستاذ أفل هو لازم يكون هيك. وأنا أشكرك أخوي العلي. شكرا لك أبو عراق. يعني مشكلة مثلا لما تطلع ندى شاكر جودة عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية السابقة، اللجنة السابقة أقصد، الحالة العراقية تصفها بأنها حالة لا تخطيط، يعني أنه عمل اللجان اللي صارت بالبرلمانات السابقة هي فقط عمل رقابي إرشادي، أنه تراقب وتنصح. أما أنه يكون عمل اللجنة النيابية أنه تشرع مشاريع أو تشرع قوانين أو تنظر باللي دا يصير، هذا حسب قول ندى شاكر جودة. وإضافة إلى ذلك، يعني المفروض أكو تصريحات عن 5 مدن صناعية موجودة بالعراق، واحدة من هذين المدن موجودة في بغداد، والثانية بالبصرة، والثالثة في محافظة ذيقار والأنبار، والأخيرة على الحدود العراقية الأردنية. كان من المفترض أنه حسب تصريحات مستشار وزارة الصناعة في عام 2013 عمار عبد الله، أنه 3 من هذين المناطق، عفوا المدن الصناعية الخمسة، وصلت إلى مراحل متقدمة، لكن لحد الآن ما حد شاف شيء عن هاي المدن الصناعية. حميد من السماوة حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. كل هالمعاناة اللي تحصل لدى الشعب العراقي، يعني كلها سبب هذه حكومة المافيات، والبنجاتو التابعة للأحزاب الغاشمة، هي سبب هذه المعاناة التي تحدث في العراق. يعني وهذه غالبا ما طول هناك ميليشيات وأحزاب موالية إلى إيران، فلا يكون هناك ما صنع بالعراق. هم يدمرون كل شيء ما يصنع محلي بالعراق هنا، وعلى يد هؤلاء الحسالات المجرمة أياديها غير نظيفة، هم اللي وراء هذه المعاناة وهذه ودمار لكل ما يصنع وكل ما يصنع محلي في العراق على يد هذه الأحزاب والميليشيات المجرمة، وعلى رأسها ميليشيات الحشد الشعبي اللي هي أسوأ وأخطر ميليشيا في العراق. زين ولا زين ولا، وعلى أيديها الميليشيات هاي وبقية الميليشيات الأخرى المجرمة، ميليشيات التيار الصدري وغيرها من الميليشيات اللي هي أسوأ وأخطر ميليشيات، يعني هي سبب مأساة كل العراق، يعني ليس مكان جزء أو جزء، كل العراق بسبب هذه الميليشيات وبسبب هذه الأحزاب والحكومات الماسكات هذه. وهذه لا تري خدمة للعراق، فقد هذه الحكومات بالكامل، ولا يريد حكمها للعراق الساقط. لا لا، كلها هذه هي وبرلمانها ودستورها وكل ما فيها، هؤلاء الأقدام وشفت. نعم شكرا لك أخ حميد. كيان من بغداد حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. طبعا كل الحب والاحترام لك ولقناتك الكريمه. حياك الله غاتي. استاذ كيان، انت تقول استاذ افل، انت تقول صنع في العراق ماكو، هاي الناس مو عراقيين يكرهون هاي الكلمه صنع في العراق، هذول عراقيين
كان هم خلوا على قصتهم صنع في العراق، صنع في العراق غيرة إنسانية رجولة، هاي كلها ما عندهم أستاذ أفل، ما عندهم هم هسه يعني هاي المستوردة كلها أمراض وكلها سموم، كلها أمراض سرطانية، هاي المواد المستخدمة باير ويدفعون العراق. هاي وحدة النفايات مال هاي المواد اللي يستوردونها، إن النفايات مالاتها شركة رومانية تقولهم خلنا نحولها طاقة، يرفضون. باقي النفايات بالشوارع، كثرة النفايات على الناس، هاي هم كلها أمراض. ليش العراق ما بي ما بي ناس؟ العراق فارغ خلا من الناس؟ لا، سد الثرثار بأيادي عراقية 100%، خلي يرجعون للتاريخ، سد الثرثار أيادي عراقية 100%. ياخذ العراق، العراق بي ناس والله العظيم، بي ناس شرفاء وبي ناس الغيرة، بس هالملة هاي هالملة، هذول الجماعة هذول يهود الدين، يهود الدين ادعاهم بالإسلام والكذا، بس ما عندهم مفهوم لا للوطنية لا للإسلام. هسه من السيلة شنو الوطنية؟ عبارة الوطنية حبايب راسي تول أبره، لا لا، الوطنية غيرة، الوطنية إنسانية، الوطنية محبة، الوطنية تآخي، الوطنية هذا هذا الوطن، تراب الوطن، هذا تراب الوطن. الوطني الباع، العراقي الباع، باعوا الإيران. ليش يا بتبيع الإيران؟ باع الإيران وأمريكا. ليش عم تبيع الإيران وأمريكا؟ بلدك قرية مال أبوك وبحته، لا عم مو قرية ولا ضيع العراق، العراق أبي، العراق بطل، العراق والله العظيم باشر العراق، حتى ما تلقون بكان تندفنون بيه، لا أنتم ولا أحفادكم ولا أحفاد أحفاد أحفادكم. أنتم شنو؟ أنتم شنو من ولا أنتم مدمرين؟ من 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 يعني من اللي حرصكم على العراق وعلى العراقيين؟ ليش 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 عندكم عداوة يا عمي؟ ليش عمي ليش عندكم عداء؟ هاي صارت 19 سنة، 19 سنة خراب ودمار، لا زراعة لا صناعة لا تعليم، كل شيء ماكو، بس سرقات سرقات وبوق بوق ونهب وسلب. يعني يخسر بالانتخابات يطلع لمظاهرات وطق بيت رئيس الوزراء، لو طق المطار يريد يريد حصة، هذا واحد يقول والله هاي لي ذيك لي، ماكو هيك عمي، ماكو هيك، هذا البلد ما ينقاد هيك البلد. ترى شوفوا والله العظيم، والله العظيم باكر ما يعني يتفض عليكم الشعب، انتفاضة، اهتقوا بذات الله، يمزخكم يمزخكم، يعني مرتكم مرض. أصحوا أصحوا وطلعوا من العراق، أنتم هسه العراقيين الأرض رافضتكم، السماء رافضتكم، الشعب رافضتكم، كلها رافضتكم، وطلعوا يا عمي اطلعوا، والله يحاسبكم على سويتوا بينا الله سبحانه وتعالى. اطلعوا اطلعوا، اشتردوا من عندنا، اطلبونا اطلبونا افطار، قلونا إلا أنتم زينهم، اطلبونا افطار واجهونا وجه لوجه، بس انتم ما عندكم معنى الرجوله ولا معنى ولا معنى ما هي معنى الرجوله. ليش هيك؟ ليش انتم عادين الناس؟ يطلب حقه يقول ايد وطني ينقتل، زوجة الشهيد بالتقاعد تساوم على شرفها، ليش هيك عمي؟ ليش؟ 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 وهذا الشهيد ضحى بنفسه ووعد ما يملك حياته، انطاها للوطن، هذا المفروض زوجته او امه او اخته تقعد بالبيت معززه ومكرمه وتجيها حقوقها. هي تركض وملهوفة وريقها ناشف وتتوسل بهذا وبذاك ويساومونها. لا عمي لا، العراق مو هيك العراق، ترى شوفوا العراق كله كرم وغيرة وإنسانية ومحبة وتآخي، جبتوا لنا تفرقة، جبتوا لنا تفرقة. حتى أنتم لا مدعين، مدعين الإسلام وإسلامية، وصحيح مدعين الإسلام وإسلامية، هاي المناطق الفقيرة زوروها حيوها، هذا خطية، هذا الشاب الما يشتغل عيدوا المصانع والمعامل، هذول أهلنا النازحين، ذول خطية النازحين بالبرد، بالبرد أروح أجيبهم يا أبي عبد الله تعال ما سلف أجيبهم، عم عذرونا إحنا غلطنا بحقكم، ها ورجع البيت معزز مكرم، ترى الحياة يوم لك عليك حرام، وأنتم إسلام، والله إحنا إسلام، أنا نادي بالفقير وأنادي بالنازح يرجع البيت من نال آخر نفسه بعمري. هذول النازحين أهلنا، والفقراء أهلنا، والمرضى أهلنا، والمساكين أهلنا، وما نعوفهم منا اليوم القيامة نظن النادي بيهم. حياك حياك، مشكور مشكور أستاذ كيان. طبعا قبل ما أخذ هذا الاتصال، ندى شاكر جودة صارحة التصريح وتقول التراجع الكبير بالصناعة العراقية لصالح الاستيراد أو لصالح المنتج الأجنبي تعود إلى شخصيات سياسية وغير سياسية متنفذة تقف في طريق تطوير الصناعة من أجل مصالحهم الشخصية والسياسية، وأن بعض هذه الشخصيات تمتلك مصانع خارج العراق وتتعامل مع العراق على أنه بلد أو سوق استهلاكي. لازم
هذا البلد يشتري المنتجات مالته لانه هو سياسي بالبلد هذا، ليش معمله يوقف مثلا؟ ابو مروه من كربلاء حياك الله. عليكم. عليكم السلام والرحمه والكرم. اخي احنا العراقيين كلهم اصبحوا يعرفون، اصبح شيء واضح هذا برامج الكتل السياسيه عندما تقر الموازنه كل سنه بسنتها. نعم. تخصص كل وزاره لها مخصصات، زراعه صناعه تعليم وهكذا ونثريات. اليوم ونثريات فوق المخصصات. اي طبعا اي هاي وياها كلها. بس اليوم الوزير قد ما يستوزروه رئيس الوزراء ما له علاقه، الكتل السياسيه هي اللي تستوزر هذا الوزير. نعم. ويشرطون عليه شرط انه هذا المبلغ المخصص لوزارتك ان يرجع لنا، وعندك انت جزء والباقي للكتله اللي استوزرتك. هذا ماشي يعني، اصبح شيء طبيعي كل احنا ندري به. فعليه على اي اساس يعيدون الصناعه والزراعه والتعليم؟ مو اذا عادوها هاي المخصصات يقدرون يستفادون منها من الموازنه؟ لا ما يقدرون، راح تروح فعلا للصناعه وللزراعه والباقي الوزارات. هذا فضلا عن انه مشروع تخريب العراق، يعني يضربون الف عصفور بحجر، هم خدمه الاخرين وهم خدمه جيوبهم، وبنفس الوقت العراق واقع من دي. فكل ما هنالك هذا الموضوع اخي معروف، خلي يعرفون السياسيين، ترى الشعب العراقي كل الزين يعرف بيكم، حتى جماهيركم، حتى اللي تدعون بيهم، والله العظيم جماهيركم اكثر من الاغلبيه الصامته تعرف بيكم. شكرا لك ابو مروه. ابو مروه طبعا هم من يرشحون اي كتله ترشح وزير، هي ما رشحتها للكفاءه وانه هذا الرجل هو اللي يفتهم بهذا المكان، لا، لانه هم يدفع فلوس للكتله حتى يصير بالمكان هذا، فهو هم يريد مردود لنفسه، ده يطلع الفلوس اللي دفعها ده يصير وزير بهالمكان هذا، فهو يريد فلوسه والكتله تريد فلوسها والحزب يريد فلوسها والبرلمان يريد يدفع وايران تريد فلوسها من العراق، والعراقي ماله شيء واقع من الرجلين، ومع ذلك الفلاح يزرع واللي عنده مواشي ويربي مواشي ده يربي وده يشتغل، واللي عنده معامل بالعراق ده ينتظر الفرج حتى يشتغل، واللي جايب معامل اكسجين حتى يخدم المستشفيات العراقيه موجوده ذيك هي بالقمر قمشمره، واللي يجيب بوتيته مثلا براعم مو للاكل للزراعه مشموره على الحدود التريلات لان يريدون منه فلوس، والمواطن قاعد ينتظر. أم نور من بغداد حياك الله. حياك الله أم نور. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييكم وأحيي قناتكم الكريمة الفاضلة. حياك الله أختي. بس أريد أعرف التردد الكامل شلون أشوف القناة الشاشة كاملة؟ أختي العزيزة هو نفس التردد ما تغير، تردد القناة بما أنه أم نور سألت راح أذكر به وراح تطلع الصورة قدامك إذا موجودة الشاشة يمك، حضري تليفونك أخذي لها صورة كتبيها يمك. التردد 10727 لاستقطاب أفقي أو أج، 5×6 27500 ذن الأرقام قدامك، مثل ما هو ما تغير، بس تسوي له بحث، بس تبحثين بهذا التردد من جديد القناة تلقائيا ما راح تمسح، راح تتجدد من نظام الأسدي إلى نظام الأجدي. سجلتيها أم نور؟ لو تردين الصورة تطلع لك مرة ثانية. شكرا جزيلا. العفو. عندك شيء تردين مداخلة على مدى الحلقة والبرنامج؟ تفضلي. لا شكرا جزيلا. العفو. أرجع وهم أنا أنوه للسادة المشاهدين وإلى أختي أم نور أيضا، نظامنا على الأزي راح يتوقف يوم 28/2. كل ما عليكم إذا أنت غيرتها وده تتفرج علينا بصورة كبيرة وواضحة فأنت تحولت على الأجدي، أما إذا بعدها صورة يمك صغيرة أو ده تشوفها مو واضحة فأنت على نظام الأزي. كل اللي عليك أنه تلزم تليفون ريموت التلفزيون، تبحث عن التردد نفسه اللي هو 10727، راح تتغير من الأزدي إلى الأجدي وأمورك بخير إن شاء الله. بالنسبة إلى
المبالغ. مثلاً أحد التقارير يقول إجمالي الاستيرادات بلغ عام 2018 حسب بيانات وزارة التخطيط العراقية، لأنه هاي آخر سنة كانت بها بيانات، وراء 2018 كل شيء ماكو. يعني من 2018 لل 2022 الوزارات العراقية أو الوزارات هيته حارت كل من إيده إلو. مهم يقول 37 مليار دولار بعجز تجاري للسلع غير النفطية، 33 مليار و100 مليون، ويرجح أو يرجح مختصون أن تصل قيمة الاستيرادات في العراق إلى نحو 55 مليار دولار بسنة 2019 و2020. احنا اليوم بال 2022 لكن ماكو أرقام ختامية عن الوزارات اللي صارت بعد 2018، فأني أعرف أن التقرير اللي جوا إيدي قديم بس راح أذكر الأرقام. يقول 37 مليار دولار هي قيمة الاستيرادات أو إجمالي الاستيرادات لوزارة للحكومة العراقية أو للحكومة في بغداد. يقول الإيرادات الجمركية لهاي المواد الاستيرادية أو الأرقام 37 مليار، مليار ونص. على الرغم يعني أنت دا تجيك وارد جمركي من هذني 37 3%، بينما من المفترض أن تصل إيرادات الجمارك ما يعادل تقريبا 20%. يعني 37 20% بالقليل 7 مليار بالقليل، أنت دا تجيك مليار ونص. زين هذا التخفيض بالجمرك الفائدة منه؟ أبو أحمد من العمارة حياك الله. ونتكلم حين. السلام عليكم سادة. عليكم السلام ورحمة الله. أشكرك أنا أصل قناة الشعب. حياك الله أخوي. أنا ما لي طيل عليك في دور لك، والله يشتر عليك ويشتر على أمة محمد، ما لي طيل عليك. أنا من خلال هذا المنبر الشريف أريد فزعة لأخوهم أبو أحمد، فزعة لأخوهم أبو أحمد، لأن يعني حالة المرضى عندي كثيرة، الله انتهي. أريد فزعة من خلال المنبر، ما أريد أن بعد أطيل عليه، أريد فزعة كل إنسان خير وكل إنسان يسمعني، لأن هذول الطفل هاي المرة حالة ساعتهم كثيرة، الله للبيت. أريد فزعة من خلال منبركم يشوفوا الحال، لأنه الدولة انتهى بعد ما أقدر، للخيرين، للناس الزينة، للناس الشرفاء، كل من يسمع صوتي بدور أستاذ رفل، أريد فزعة مع الأخوة لأنه حالتهم ساءت المرضى. اللهم ربي يحفظكم بحق محمد وآل محمد. الله يسلمك أخوي. طلب من أخوكم أبو أحمد كرر أكثر من مرة ويطالب الأخوان، يقول أنا الحكومة أياست من أداء، قرت عينها السياسيين والكتل السياسية والأحزاب قرت عينهم أنه أكو مواطن يوصل به الحال إلى هذا الطريقة أنه يتوسل بالعالم يقولهم عندي ولد مريض ساعدوني. طلب من أخوكم أبو أحمد، إن شاء الله تجاب على طلبك أخوي أبو أحمد. فلما نجي على الأرقام، كلكم تتذكرون وزير الصناعة الأسبق بعد عام 2003 لما طلع ويقول أي واحد يستوزروه على وزارة الصناعة العراقية يحطوا له ملف خط أحمر أو يخلوا له ملف يقولوا له هذا الملف ما تحكي به، اللي هو المصانع العراقية. أنتوا تعرفون أن إحنا من نحكي عن الصناعة أو صنع في العراق شنو معناها؟ معناها أنه أنت راح تفتح مصانع، المصانع راح تفتح عمل إلى كثير من الناس. انت المصنع ما راح تشغل بيه بس واحد يقول لك اني المهندس واني المعامل واني المنظف واني الاركب واني اللي اعلب واني اللي اورد واني اللي اسوق، لا هذول كلهم اقسام. فانت راح تفتح توظيف الى ناس، توفر عمل للناس، توفر ايراد ومصرف لهاي الناس. شغله ثانيه راح توفر منتج محلي داخل البلد، تخلصها من شغله انه مثلا هذا الاستكان مصنوع بالعراق، ما أجيب استكان من برا وأدفع عليه جمرك فيوصل للمواطن بسعر أرخص. إضافة إلى ذلك أنه العراق يقدر يورد من عنده السوق المحلية ويصدر إلى السوق الدولية أو العالمية أو دول الجوار، فأنت همين يعطيك مورد للدولة. هاي كل الأمور لو أنت تفعل صنعة في العراق. أبو علي من الناصرية حياك الله. الله يسلمك حبيبي، شلونك؟ هلا بيك الغالي. الله يخليكم، الله يديك، والله يخلي داعي والكادير
الله يسلمك. والموظفين فيها والسامعين مات اللي الله يسلمك. بالخارج واللي بالداخل. اللي بالخارج واللي بالداخل سلام لهم مات أنا. من رجال إلى نساء. نعم. إلى مظلوم. والله شوف شوف حبيبي الأستاذ هم ذولا من جو انتقام جو لنا ذولا ذولا جو علي. نعم. يعني شلون تسم ذولا؟ عرفت هذول ما اجوا هذول مو ذولا انا قلت لك مثل البقال شلون امسك واحد يعني بيع وشراء ها دار وزاره زين يعني انا اقول لك هم حاطين هسه الانسان حاطينه موازنه يعني بيكون الباب عليه كهرباء اليوم ماكو من الصبيح يعني لسه ماكو لا كهرباء ولا كلهم مولي عرفت وهذا ابو البيع ما تصعب مولي وهذا ابو الكهرباء يدق الباب زين كل على المواطن يعني زين هسه نشوف النوب الشغله شوف الثانيه المظاهر زين هم ارهابي زين الدافع يعني كل عندهم ارهاب يعني كل هم مو راضيين زين اللي دافع عن حقه قالوا هذا مو هون شادني زين هم ارهابي زين يعني ما اعرف شنو ذولا ذولا من رس الشيطان لا والله عمي ماكو الشيطان مو مثل ذولا يعني يعني الطهارة لا والله أنا ما قصدي الطهارة فايدة بها يعني هذول عم أنا قلت لك هذول يعني شنو لا هم إسلام لا هم يعني ما يعرف يعني قلوبهم شيء يعني ما أدري شنو خنازير عقودة يعني ما يحسون يعني بس أنت هذا خطية اليوم إجوا هذول الكهرباء قالوا عم أنا ما عندي فلوس قصوا الواير بوي أنا ما عندي كهرباء ما تضيع يعني ما تضيع حمام تضيع زين يملي قصوا الواير ما كهرباء ما عندي إلا بيها دومه يعني ذول هذا يطلع عمار الحكيم يقول والله الشيعة تبقى حمر انتم سويتوا بالشيعة اليوم يطلع ببغداد هاي مال الزيارة يطلع يقول خط حمر الشيعة انتم سويتوا للشيعة المظاهرينات قتلوا المظاهرينات قتلوا مو ايران هاك قتلتهم يا قتلوا انت عم الشيعة ما يحبوكم انتم انتم يعني هم هسه عمار الحكيم يعني يدعي نفسه على اساس هو يعني مؤمن لا يا عم انتم مو مؤمنين انتم انتم حتى الله ما يحفظكم لا رسول يحفظكم ولا الله يحفظكم ولا الطير يحفظكم ولا الملائكه يحفظكم والله العظيم اقسم بالله العظيم ذولا الله ما يحفظهم حتى الله يقول لهم وهم بداخل يعني مطيهم الدنيا بالدنيا زين يعني ينجح بالرزاق وحاطط على الله وعلى الحسين وطول امراه والله ادعيتك ادعيتك عزاز اسالك انشاف الله يشافي نعم يعني من هذا يجي يقول له هذا الشعب ضعف الشعب هذا بخرج يقول له هاي الخزة الشافي زين هو ولا بخرج يخرج زين ما شافيه هو ما جيب له رزق يعني شنو الشعب هذا هاي الله وكيلك الشعب هذا موجودة في كل المحافظات يعني لا مرة السحارة يعني حسبارك الله عمي على ساعة يا أبو عبد الله عم عبد الله الله هو الواحد نعم 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 شكرا 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 لك ابو علي. طبعا بالنسبه الى كيفيه دخول المنتج العراقي للمنافسه مع المستورد احد الخبراء في التقرير يقول المنتج المحلي يحتاج اولا الى توفير الحمايه، ثانيا الى توفير الدعم، ثالثا تهيئه البيئه لدخول هذا المنتج، اعمال ملائمه لممارسه النشاط الاستثماري بالنسبه الى المستثمرين المحليين، وإمكانات تؤهله للمنافسة علاوة على الحاجة للتسويق الناجح والشكل العصري إضافة إلى دعم الدولة لكل شيء ينتج داخل البلد. حسين من واسط حياك الله. السلام عليكم. حياك الله غاتي. العفو عيوني بمناسب الحكومة سادة الكرام. تفضل. نعم. هذا الشعب اللي يشوفه في 40 يعني وين اللي يجي وصول الشعب؟ زرعنا هذول الناس فلن زرعنا هذول احتلال فلوس مصر فون بهدلوا الامه العربيه وين اللي يوصلون والله ما نعرف. يعني الارضيه ما صار لنا احنا مزارعين هنا الارضيه ما صار قاعده وسكتنا. الو نعم. وياك اخويا. اي والله الناس الساده الناس الحكومه هاي اللي الله طلبها نعم
اي والله. نعم نعم. اي والله هاي المناشده سمعتها. وصلت ان شاء الله وسمعوك ان شاء الله يا ربي يجيبوك على هاي المناشده. ابو سميه من الانبار حياك الله يا ابو سميه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أخي الكريم، بخصوص كلامكم عن المنتوج الوطني نعم وعن فشله في العراق، فقبل كل شيء إن فشل المنتوج الوطني في العراق هو مؤامرة داخلية وخارجية. بس إذا تسمح لي أبو سمية، حتى منثير حفيظة هواية من الوطنيين، لم يفشل المنتج الوطني في العراق لكنه دمر أو سحق كما سحق العراق. نعم حسب تعبيرك. نعم سحق. نعم. له سببان، السبب الرئيسي هو جارة السوء إيران. السبب الثاني أن الحكومة التي اتخذت من إيران قبلة لها هي التي دمرت المنتوج الوطني. لا تريد للمنتوج الوطني أن ينهض، لأن المنتوج الوطني إذا نهض وتحسن وغطى السوق سوف تفشل تجارة إيران. بين قوسين قبلة الحكومة العراقية، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن الذي يراقب المنتوج الوطني في داخل العراق هو جهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة الصناعة، ويتابع المنتوج الوطني وخصوصا المواد الغذائية يتابعه لجنة من وزارة الصحة، وهاتان الوزارتان كلاهما فاسدتان، فأصبح العراقي لا يثق بهاتين الوزارتين. يعني أضرب لك مثالا، تأتي شحنة رز فاسد في ميناء البصرة، كيف يفحصون هذا المنتوج؟ يفحصونه بأن يأتي مدير عام فيطبخ شيء من هذا الرز في قدر ثم يتذوقه أمام المواطن لكي يثبت له أن هذا أنت متأكد هو طبخ من نفس كمية التمن الفاسد؟ هذا ما أعلنوه للناس. هذا ما أعلنوه، هو صوروه بوقتها وطلعوه قلب جدرية بيها تمن وأكله وقال باعه كل شيء ما بيه. نعم صوروها. نعم. وقد تناول من هذا القدر حسب قولين. وأنا كعراقي بسبب عدم الثقة بوزارة الصحة وبوزارة الصناعة بدأت أعزف عن المنتوج الوطني بسبب هاتين الوزارتين الفاسدتين، يعني خصوصا المنتجات الغذائية. لا توجد وزارة صحة نثق بها، لذلك أصبح المواطن العراقي لا يجد الثقة ولا يلمس الثقة لكي يتعامل مع المنتوج الوطني الذي كما قلنا. طيب دمر أبو سمية بمؤامرتين. أبو سمية إذا تسمح لي، أنت تقول أنا بسبب عدم ثقتي بوزارة الصحة وعدم ثقتي بوزارة الصناعة وبالحكومة في بغداد أو في العراق أنا ما عندي ثقة بالمنتج الوطني لأنهم ما صادقين وياي، لكن بالمقابل أنت المستورد هم من يجيك بمشاكل. مثلا تجيك وجبة مال معجون طماطة براميل مال دهن مال سيارات، أو تجيك وجبة مال زيوت فاسدة، أو تجيك وجبة مال بقوليات منتهية الصلاحية ويغيرون القواني داخل العراق ويبيعوها من جديد إلى المستهلك. فشلون؟ فأنت هسه تقول أنا ما عندي ثقة بالمحلي، هو المستورد هم من هذا تجي بي مشاكل. أخي الكريم، مهما كان تعبئة المواد الغذائية مثلا في تركيا هناك رقابة عليها ليس كرقابة بغداد. يا أخي المشكلة وزارة الصحة فساد في فساد. نحن نشجع المنتج الوطني لكن الظروف ولكن فساد وزارة الصحة ووزارة الصناعة أجبرتنا ونحن مجبرين لسنا راضين. نعم. أجبرتنا على أن نتعامل مع المنتجات التركية أكثر من العراقية. نعم. نعم شكرا 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 لك أبو سمية. يعني التقارير مثلا تشير إلى أنه العراق كان يمتلك عشرات ما يعني ما بين 40 إلى 50 معمل لإنتاج المواد القرطاسية اللي تستخدم في المدارس من قبل الطلاب، من دفاتر إلى إضبارات إلى مقلمات إلى أقلام إلى مساحات إلى مقطاطات اللي هي المبراية تسمى بالعربي. فذني كلها اليوم متوقفة، ومحلات القرطاسية مثلا داخل أو مكتبات القرطاسية داخل العراق لا يوجد فيها شيء
مكتوب عليه صنع في العراق مثلا. مثلا إذا تحولنا من القرطاسية إلى منتجات الألبان، كانت عندنا مصلحة الألبان وكل العراقيين يعرفون شنو منتجاتها، وكانوا العالم يتراكضون ويتهافتون حتى يأخذون من منتجات مصلحة الألبان العراقية لجودتها العالية وللدقة في التعبئة وللطعم في كل شيء. مثلا اليوم أغلب المواد الغذائية في ما يخص منتجات الألبان تلقوها مستوردة الأغلب من إيران. كل البضائع في البقالات، مثلا أحد التقارير يقول التقينا بإحدى صاحبات البقاليات وهي تقول أن العراقية مختفية في بقاليتي وتعود بالذاكرة إلى سنوات ماضية لتؤكد أن المصانع العراقية في بغداد كانت تنتج أغلب المواد الغذائية لكنها أغلقت وطالبت بإعادة فتحها وتشغيل الشباب العاطل عن العمل للاستفادة من المنتج المحلي. هاي إذا تحولنا بهذا المجال وطلعنا بنفس التقرير اللي موجود جوا إيدي يقول تحولت مدينة رشت الإيرانية إلى محطة عراقية فهي المورد الأساسي لكل ما يورد إلى العراق من منتجات تخص منتجات الألبان. أبو شيماء من بغداد حياك الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ العزيز بالنسبة تقول المنتجات العراقية مو يعني بالنسبة لنا يعني هذا بس كلها صناعة ردية. لأن شنو هسه شوف الأجبان وشو سعر غالي يعني يبيعوا للمواطن. ليش؟ يا هي الغالية يا هي الغالية الغالية المستوردة لو المحلية؟ لا المحلية أغلى من المستوردة. المحلية أغلى من المستوردة. زين هذا أبو شيماء تعقلها أنت؟ هذا بيع يعني هسه أريدك تركب طيارة وتفتر كل دول العالم، راح تلقي كل دول العالم تحمي منتجها المحلي بحيث أن يكون أرخص على المواطن لأن ما بيقمرق. هاي النقطة الأساسية. شغلة ثانية تقول لك أنا المنتج المحلي، مثلا أنا العراق يصنع مثلا جيمر، أنا الجيمر العراقي ما أبدله بغير جيمر فما أستورد جيمر، فأمنع استيراد الجيمر من الدول الثانية، يبقى الجيمر العراقي والماشي. مثلا العراقي صنع دهن، أنا ما أستورد هذا الدهن المنافس إلا وأخليه هو يمشي إيجي يحموه. لكن أنت من تجي وتقول لي أنه المادة المحلية أغلى من المستوردة، أكو خلل أبو شيماء. الخلل مو بالمواطن، الخلل مو بالمواطن، الخلل مو بالمعمل، الخلل مو بالمستهلك، الخلق مو بالمصنع، الخلل بالدولة اللي دا تصدر هذا الشيء. ايه طبعا هي لحد رايسي من عنده، فما اكو مراقبة لهذا الشيء يعني لو اكو مراقبة. اذن لما انت ابو شيماء لما يطلع لك واحد يقول لك كانت المعامل العراقية قبل حرب 2003 178 الف معمل، من ضمنها 120 معمل لانتاج الزجاج، اشهرهن معمل النسر اللي انبنى بستينيات القرن الماضي. اذن المعامل كلها اليوم متوقفة والعراق يستورد جام. زين انا ليش استورد والعراق اكو بصحراء ادخل؟ نعم هاي بالسقوط كلها باقت، هاي هي صحيح كانت بس من السقوط من باقت انتملت لحد الان ما حد اشتغل بيها. هي موجودة، هي مو موجودة بس جماعتنا هم احنا نفسنا العراقيين هاي دولة سموهم الحواسم كلها باقوا والمعامل هاي مال عندك الزهرانية مال هاي شوفوا كان موجود كده. أبو شيماء أكو على اليوتيوب، أكو على اليوتيوب ناس يطلعون يطبون على معمل السجاد العراقي، معمل النسيج الغزل والنسيج، يطبون على معمل تيارات ديوانية. روح شوفها للمكاين تبتشي مزنجرات وقاعدات. هي معمل صحيح وقاعدات، هي ما في دام لا هم مطيئة استثمار لا هم مسوية فهاي واي عن شغلات. زين الخلل وين أبو شيماء؟ بالدولة طبعا، بالدولة خلال. اذا الدولة هاي لما هي هيجي، انا كمواطن، انا ما داعجي اسك افهم مقدم برنامج، داعجي لك بلسان المواطن. انا كمواطن عراقي واشوف عندي واحد دا يحكم ويقول انا دولة وانا عراقي وانا حزب جاي احكمكم، هو ما دا يعرف يمشي هذا الشيء. وانا عندي معمل الغزل والنسيج واروح استورد ايران، استورد سجاد من ايران، اقول له لا عم يطلع ما اريدك يستوي هذا. لا هو
هو هي هاي هو العراق انفتح كل الدول هاي استيراد الدول كلها مفتوحه من هبه، مو بس ايران احنا نذب صوت، تركيا مصر الدول الاوروبيه كلها، العراق هو صار مركز حبيب قلبي مثل ما اقول استيراد تقرير الدول. التقرير الاخير يقول التقرير الاخير يقول سنه 2018 هو اخر تقرير مسجل من وزاره الصناعه العراقيه عن قيمه الاستيراد العراقي، 37 مليار دولار قيمه الاستيراد العراقي في عام 2018، 21 مليار دولار من إيران. جاوبني وياك أنا هسا السنة تدري هسا من تركيا هاي تقرير أكبر دولة تصدر للعراق تركيا. يعني أنت تحكي لي 37 مليار وياك 37 مليار 21 بقى 16 190 دولة أشتري بيها ب 16 مليار دولار وبس من دولة 21. يوم العراق يا صار ملك لإيران، قولها هيك، العراق صار ملك لإيران. لا استاذ لا استاذ رفض غلط هالحكي هذا، والله مو والله هذا صح يا ابو شيماء، والله هذا صح. المعدون هذا المستورد كله، والله المعدون هذا تركي المصري الاردني هذا حتى الفاكهه الرقي والهذا كله مصر كله رمان سور ورمان، بس ايران الله اكبر الله يعني هذا واحد تقيس منصفين استاذ رفض. طيب طيب ما اذا نريد نكون منصفين لازم نباوع على معجون الطماطه حتى نعرف سياسه الدوله. هيك يا اخي نروح نرجع على ايران 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 تمام ما ساعدتنا يا استاذي فوق تمام. تتذكر المشكله ما سليم الجبوري وين راح على مودي حلول هي ترى راح بطهران مو بغداد. شكرا لك ابو شيماء، شكرا لك ابو شيماء. حسب ابو شيماء يقول انه المواطن لازم يباوع المنتجات اللي موجوده بالسوق حتى نعرف هاي منين وذيك منين. انا دا احكي على سياسه الدوله، انا دا اقول لك من 37 21 بس من ايران. المهم بالنسبه الى رساله واتساب، السلام عليكم اخي، مشكورين على البرنامج اخي افل، إيش قبضنا من الصدريين الصدر القح والإطار، وأرجو منك توضيح الصورة ما كاملة عندنا ليش. مشكور على الجهود أخوكم حميد أبو ماجد. العراق إيش قبض من الصدر القح والإطار، وأرجو منكم توضيح الصورة إن شاء الله أخوي العزيز حميد. سلام عليكم يا أستاذ أفل يا محترم، تحياتي إلى الشاعر العراقي المناضل الأستاذ محمد نصيف. الدول الغربية يتكلمون عن حقوق الإنسان في مصر ولا يتكلمون عن حقوق الإنسان في سوريا والعراق وتفجير شعوبهم في العالم لأنهم يقتلون القتيل ويمشون في جنازتهم. أخوكم أحمد من مصر من المحلة الكبرى. هاي الرسالة وصلتني اليوم، تحياتي لك أخوي أحمد وإلى كافة أخواننا وأشقائنا في مصر أم الدنيا وكل أشقائنا في الوطن العربي. إن شاء الله يا ربي يتابعونا، احنا نشكرهم لمتابعتهم إنه ونتمنى يشاركونا من الخليج العربي حتى المحيط حتى نعرف رأي إخواننا العرب فيما يحصل اليوم في العراق مثل أخونا أحمد من المحلة الكبرى. مشاهدينا الكرام، العراق بمشاكل هواية، ومثل ما شفتم اليوم كلكم أجمعتوا أنه سبب تحول العراق من المنتج المحلي إلى المستورد هي السياسات الخاطئة. أما الشعب العراقي راح يبقى راضي على هذا الشيء، فهذا يبقى بيديكم أنتم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بنفس الموعد باكر، وأرجع أذكركم غيروا نظام الريسيفر يومكم من الأسدي للأجدي. كل اللي عليك تلزم الريموت وتسوي ريسيرش على نفس الرقم 10727 قدامك. نلتقيكم على خير مشاهدينا، في أمان الله.